صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد السناب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل دليلا صدق من حسبي به كفيلا صدق من اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم
اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار محلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه حاضرين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين. لك في جميع أمورنا وشهورنا ذاكرين ولك في أحوالنا كلها راجين. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمنها عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا
رسولك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين يا أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومرافع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توباتنا ومحي ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا كريم يا رحيم. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أولى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا اللهم غنى لا يقضينا وصحة لا تلهينا وغننا اللهم عمن أوليته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا غير رضان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. وبيض اللهم وجوهنا يوم البعث
وأعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران ويمن اللهم كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنات وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم البعث يوم لقائك يا ديان اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كافي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تدع اللهم لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا حذلته ولا عشيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لقد حضرنا ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على محمد ونسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وعدم خزي لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة يا أرحم الراحمين على كل من سمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل
من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير فاتنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وفك أسرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتعصمنا بها من كل سوء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل من كان سببا في تعليمنا حرفا فأجزل لهم المثوبة وأجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة ولعلها تكون ساعة إجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وأن تنصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين اللهم قوي شوكتهم يا رب العالمين اللهم إن كانوا حفاة فأحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا جياعا فأشبعهم يا رب العالمين وأرنا اللهم في أعدائنا وأعدائك عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم وأموالهم غنائم للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تطيش سهامهم
وأن تردها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبت المجاهدين، اللهم إنا نسألك أن ترزقهم الأمن والاطمئنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسدد رميتهم وأن تقوي شوكتهم وأن تنصرهم نصرا مؤزرا على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لقد أمرتنا فخالفنا، ونهيتنا فارتكبنا، فعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.